سلام عليكم، يا رب يكونوا بخير. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة الاعتقاد الصحيح الكامل في الله سبحانه وتعالى، وكان بيغرس فيهم الجرعة الإيمانية اللي تؤهلهم للصبر في كل المواطن وفي كل المواضع. ألمت بهم الأزمات وتوالت عليهم الابتلاءات، فما ضعفوا وما استكانوا وإنما صبروا وصابروا. ولذلك سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم دوما: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. القرآن الكريم كان دوما بينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم علشان يثبته وعلشان يصبره وعلشان يديله جرعة إيمانية تكمل معاه الأيام الجاية في الأزمات والابتلاءات. ومن أعظم الصور اللي نزلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها أثر عجيب جدا في ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصبر المحمدي، سورة هود، وهي بالمناسبة من الصور المكية ما عدا 3 آيات فيها. سورة هود بالمناسبة هي الأخت الكبيرة أو الشقيقة الكبرى لصور الواقعة والمرسلات وعمة والشمس، ولذلك سيدنا النبي كان بيقول فيهم: شيبتني هود وأخواتها، فدول إخواتها علشان تبقى عارفهم. والنهاردة هديك هدية غالية عليا قوي، اوعى تسيبها. آية في سورة هود: لو حضرتك غلقت الأبواب كلها واجتمع أهل الأرض كلهم ضدك وأنت استعنت بالله بعدما أيقنت بأن الأبواب قد غلقت وأخذت بالأسباب والتجأت إلى الله بصدق وفزعت إلى الله بهذه الآية، فثق بأن الله سبحانه وتعالى سيغير الكون لأجلك، ثق بأن الله سبحانه وتعالى سيفعل الأفاعيل من أجل أن يفرج همك، ثق بأن الله سبحانه وتعالى سيبدل حالك إلى أحسن الأحوال، شريطة أن تأخذ الأمر بحسن توكل وبالأخذ بالأسباب وباللجوء إلى الواحد القهار. بالمناسبة الآية دي كان سيدنا ومولانا رحمة الله عليه ورضي الله عنه الشيخ إسماعيل صادق العدوي اللي هو خطيب الجامع الأزهر، كان إذا أتاه إنسان مهما كان كربه مهما كان همه مهما كانت أزمته كان يوصيه بتلك الآية، إن هو يقرأها ليل نهار ويتوجه إلى الله فيها بالدعاء أو بعدها بالدعاء. فالراجل أو الست يجوله بعد فترة من الوقت اللي هو مش طويل وفي غاية اليسر والفرح ويدعونه لأن ربنا فعلا فرج همهم بتلك الآية وأزاح ما هم فيه من كرب. الآية إيه علشان ما طولش عليك؟ الآية اللي ربنا فيها بيقول: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. اقرأ الآية دي في الصباح وفي المساء وادعي ربنا بأي شيء انت عايزه مهما كان وسترى العجب العجاب. هستنى في التعليقات تقولولنا ايه تجاربكم مع الآية دي اللي حصلت لكم، وخد بالك ربنا ما بيتجربش معاه، انما انت بتلتجئ الى الله بيقين وانت على يقين بأن الله سيغير الحال. صباحكم أمل، صباحكم رحمة، صباحكم تفاؤل، صباحكم نور موصول بسيدنا الرسول، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم.